تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد ذكرى العالم الأسطورة دكتور أحمد زويل، العلماء والعائلة في القاهرة. دكتور أحمد زويل هو مؤسس علم، مش بس عالم، هو مؤسس علم، هو علم كيمياء الفامتو. علم كيمياء الفامتو أبو هذا العلم على مر بقى التاريخ القادم كله هو الدكتور أحمد زويل. فهو مش بس عالم، إنما مؤسس علم وأبو علم كيمياء الفامتو. دكتور أحمد زويل كان أستاذ على مقعد الدكتور لينوس اللي واخد 2 نوبل، فهو على مقعد عالم حائز على 2 نوبل. فالتاريخ بتاع الدكتور زويل تاريخ أسطوري. هو من القلائل في تاريخ العلم اللي أخذ جائزة نوبل منفردا في العلوم. دايما في العلوم فريق علمي بياخد نوبل، 3 دايما في الكيمياء، أو 3 في الطب، أو 3 في الفيزياء. دكتور زويل من قلائل جدا جدا في تاريخ جائزة نوبل اللي أخذ الجائزة منفرد، وبالتالي هو بين النوبليين أكثر نوبلية، يعني ليه مكانة أكبر من زملائه الحائزين على جائزة نوبل. دكتور أحمد زويل علميا نقطتين رئيسيتين أو ثورتين عملاقتين في العلم. الثورة العلمية الأولى للدكتور أحمد زويل اللي هو اكتشاف زمن الفامتو ثانية، وكلنا بقينا عارفين الفامتو ثانية. الفامتو ثانية جزء قليل جدا جدا من الثانية. كان زمان لما العلم وصل للبيك والثانية، يعني 1/1000 من الثانية، كان دي نقلة كبيرة جدا في تاريخ العلم. حضراتكم أي مادة هي عبارة عن جزيئات، جزيئات تتفكك تتفاعل، زمن التفاعل ده بيحصل في لا زمن، في وقت قليل جدا. الأكسجين مع النيتروجين يؤدي إلى كذا، الأكسجين مع الهيدروجين يؤدي إلى كذا. تشكيل المادة ده بيحصل بتفاعل الجزيئات في زمن أقل من الثانية بكثير. كان العلم بيقول الزمن التقديري. لا نيوتن ولا أينشتاين ولا من بعد أينشتاين قدر يصل إلى هذا الزمن بالظبط. دكتور أحمد زويل أنقذ مسار العلم باكتشاف هذا الزمن. إذن منذ نيوتن والعلم يحاول، ومنذ أينشتاين ثم رذرفورد وغيرهم والعلم يحاول. العالم الذي وصل إلى هذا الزمن يقينا وليس تقديرا الدكتور أحمد زويل، فسمى هذا الزمن اللي هو زمن التفاعلات الفامتو ثانية. يعني كام؟ احنا قلنا البيكو ثانية كام؟ 1/1000 من الثانية. طب الفامتو كام؟ 1/مليون على بليون من الثانية. بتكلم على خيال. شوف بقى لما الثانية تقسمها ويبقى عندك 1/مليون على مليار من الثانية. شوف زمن خرافي. يعني حضرتك لو بتمنتج فيلم أو برنامج، مدة البرنامج أو الحلقة أو الفيلم 36 مليون سنة، أنت عايز تطلع ثانية من ال 36 مليون سنة. شيء خرافي. فدكتور أحمد زويل الثورة العلمية الأولى اللي هو عملها هو اكتشاف هذا الزمن الأسطوري اللا زمن تقريبا، اللي هو 1/مليون على بليون من الثانية. زمن الفامتو ثانية. 2، انه صمم وانتج الكاميرا الجزيئية اللي هي تقدر بقى جوه التفاعلات وفي هذا الزمن الذي لا يرى يعمل لك بقى كمية صور رهيبة تجيب ألبوم كده تتفرج. فتخيل حد بيقول لك إن زمن التفاعل ده 1/مليون على بليون من الثانية. هل ممكن حد يلحظ ده؟ دكتور زويل بقى صمم الكاميرا الجزيئية، شوف بقى ألبوم والصورة دي وراها الصورة دي، صور لا نهائية في زمن التفاعل اللي هو لا نهائي اللي هو لا يرى ولا يدرك، اللي هو 1/1,000,000,000 من الثانية. دي الثورة العلمية الأولى اللي بموجبها اكتشف الزمن، الكاميرا الجزيئية، أسس علم هو علم كيمياء الفامتو. الثورة الثانية اللي اشتغل عليها وكان مرشح لجائزة نوبل في الطب فيها، كده معاه هذا الزمان الدقيق، الفامتو ثانية. بهذا الزمان الدقيق وبالمكان الدقيق النانو دخل جوه الخلية وبدأ يشتغل جوه الخلية بالزمن الصغير جدا جدا ده اللامتناهي الصغر، وفي المكان الصغير جدا جدا جوه الخلية اللامتناهي الصغر، يعني أصغر وحدة في الزمان وأصغر وحدة في المكان. والتعبير ده للراحل العظيم الأديب الأستاذ نجيب محفوظ. لما قابلته وقلت له موجز كتاب عصر العلم للدكتور أحمد زويل عشان أطلب منه أن يكتب مقدمة هذا الكتاب واللي شرفنا بكتابتها، فالأستاذ نجيب محفوظ بعد ما قلت له موجز لهذا الكتاب اللي أنا تشرفت بتحريره، فقال لي إذا هو بيشتغل في أدق وحدة في الزمان وأدق وحدة في المكان. طبعا كان مذهل إن الأستاذ نجيب محفوظ في هذا السن يقدر يقول هذه الجملة الرائعة جدا اللي بتلخص مشروع الدكتور أحمد زويل. في الثورة العلمية الثانية اللي هي في المكان، دكتور زويل صمم التلسكوب رباعي الأبعاد اللي هو أحدث ما أنتج العلم في هذا الإطار، وموجود منه نسخة في مدينة زويل في القاهرة. يبقى إذن الثورة العلمية الأولى في الزمان، الثورة العلمية الثانية في المكان، والدكتور أحمد زويل أصبح أسطورة بثورتين، ثورة في الزمان وثورة في المكان. دكتور أحمد زويل مش إحنا اللي شايفينه إنه عالم عظيم أو أسطورة، العالم كله شايف إنه أعظم علماء القرن في الكيمياء وإنه أحد أساطين العلم على مر التاريخ. ومرة كنت رايح أقابله في المطار، لقيت الدكتور محمد غنيم قابله في المطار ومشي معاه المسافة كلها بيتكلم معاه في الطريق، وبعدين عرفت إن دكتور محمد غنيم وعلماء آخرين زي دكتور أبو الغار، دكتور أحمد عكاشة، دكتور لطفية النادي، كانوا كلهم بيحاولوا يقعدوا معاه أطول مدة ممكنة علشان يتناقشوا علميا بما فيها لو الطريق إلى المطار أو الطريق من المطار. ولما كنت مع الدكتور زويل في أسبانيا وإحنا في الطريق من مطار مدريد إلى وسط المدينة، برضه عالم من كبار علماء أسبانيا كان معانا في العربية علشان يتكلم مع دكتور زويل في العلم. وعرفت الساعة دكتور أحمد زويل بيتكلم الساعة ب$100,000، فجزء في الموضوع توفير إن العلماء يقابلوه ويتناقشوا معاه وياخدوا ساعة أو 2 في الطريق أو في المطعم أو في أي زيارة، وبالتالي يوفروا تكاليف الدكتور أحمد زويل يدي محاضرة بأرقام كبيرة جدا. ما كان الدكتور أحمد زويل لا الإعلام صنعها ولا الصحافة صنعتها ولا برامج التوك شو عملتها ولا الصحف المصرية عملتها ولا حد ليه فضل نهائيا في أن أحمد زويل يكون بهذه المكانة، إنما العالم والعلم هو الذي منح كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل هذه المكانة الأسطورية. بعض الفيديوهات بعضها نادر والأول مرة والكواليتي مش كويس قوي، إنما أي حاجة خاصة دكتور أحمد زويل بتكون حاجة وثائقية. دكتور عمرو حتة الطبيب في وزارة الصحة في المنصورة وكان مقربا للدكتور أحمد زويل بعت لنا بعض الفيديوهات، فاحنا هنوجز في هذه الحلقة بعض المقاطع الأساسية على النحو التالي. 1. كلمة الدكتورة مها أحمد زويل في ذكرى والدها الدكتور أحمد زويل. تحل اليوم ذكرى والدي، أريد أن أشكر كل الذين يتذكرونه ويكرمونه في هذا اليوم. لقد خسر العالم عملاقا وخسرت أنا والدي، كان عالما مشهورا ورجل دولة وبطلا بالنسبة لي وللعالم أجمع، كان رجلا مذهلا ممتلئا بالأمل وبتفاؤل ومثابرة لا يتزعزعان. أفتقد والدي العزيز بشدة، فمنذ خسارته وجدتني أتمسك بكل الذكريات العظيمة والدروس الحياتية التي تعلمتها منه. تعلمت منه على سبيل المثال قيمة العمل الجاد ومدى أهمية أن تحب ما تعمل. لقد حذوت حذو والدي في مجال عملي، فأنا أيضا أستاذ للكيمياء، وما غرسه والدي فيه أعلمه لطلابي. لقد تعلمت من والدي ما هو أكثر من أن أكون عالمة، فقد شاهدت ولاحظت طريقة تعاملي مع المشكلات المعقدة والصعبة، كيف كان قادرا على الإسهام بشكل كبير في المجتمع والإنسانية، كيف كان ملهما للناس في جميع أنحاء العالم. وباحتفاظي بالدروس التي علمني إياها ونهجه في الحياة في قلبي، أستطيع إبقائه قريبا مني، وهو الشيء الذي سأعمل على نقله للأجيال القادمة كمعلمة وباحثة وأم. كان أبي فخورا جدا بكونه مصريا، وكان يهتم كثيرا بوطنه الحبيب. كان فخورا بالاكتشافات الكثيرة الرائعة للمصريين القدماء والتأثير المذهل لمصر في نشأة مجال العلوم. كان يؤمن بشدة بأن قوة المعرفة تؤدي إلى تقدم المجتمع، وكان يعمل بجد من أجل عودة أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية لمصر. ظل أبي متفائلا بلا حدود بمصر ومستقبلها. كان يشجع الشباب على تحقيق أحلامهم وأن يصبحوا جيلا جديدا من القادة والعلماء ورواد الأعمال. إنني أرجو من الشعب المصري أن يحافظ على تراث والدي وأن يخلد ذكراه. أرجو أن تكملوا مسيرته في جعل مدينة زويل مركزا للتمييز في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات العلمية. سيستغرق هذا الكثير من العمل والمثابرة والالتزام الشديد. سيكون عليكم الاستثمار في الأبحاث الأساسية وتوظيف أفضل العقول لبناء مصر القوية، ولتحققوا شعار مدينة زويل مصر تستطيع. دعونا جميعا نسعى لأن نتشارك في أمله وتفاؤله بالمستقبل، وأن نستمر في إلهام الأجيال القادمة. إنني فخورة بكوني ابنته، رحمة الله عليه. مها زويل، أستاذ الكيمياء والكيمياء الحيوية، جامعة ساوث ويسترن، الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، دكتور أحمد زويل في المنصورة، لقاء مع العلماء والأساتذة. العالم الكبير الدكتور محمد غنيم. دكتور محمد غنيم مش بس طبيب عظيم ولا مدير عظيم ولا صاحب نهضة طبية عظيمة، إنما كمان من أكابر العلماء على مستوى العالم. دكتور محمد غنيم عمل دعوة للدكتور أحمد زويل سنة 2007 في المنصورة، والمقطع الفيديو القادم من الدكتور عمرو حتة الذي كان أحد الذين رتبوا هذا العشاء وهذا الاستقبال للدكتور أحمد زويل. فهذه مقاطع من أساتذة وعلماء الدكتور محمد غنيم يستضيفون الدكتور أحمد زويل في حفل عشاء في مدينة المنصورة 2007. من حوالي 14 بس عدد الأعضاء هي التدريس على 282 في كل التخصصات العالمية. 282 لا يعني بس مش طب بس لا طبيب لا بيولوجي لا ولا نعمل ايه. هو في نوعين، هو عايز بس ده الحاجه ايه بقى يا سيدي؟ في شغل في شغل الزراعه وفي شغل الصناعه. لا مش عارف الشغل ده، انا ما عارفش اصلا. انا عايز انا قلت لك ايه في التليفون؟ لا مش ممكن حد يفضل شغله. امر اداري خلاص، امر اداري خلاص. انا مش داعي حد، انا امر اداري خلاص. بالك ان انا عليا التنفيذ. اقول لك يا ابراهيم اطلع، انا مش عايز شغل خلاص. ده خلاص ده امر اداري خلاص، يعني مش هتيجي خلاص. هم بيعملوها ازاي بقى؟ في جامعات يبقى عندها هاسبيتال زائد ميديكال سكول. في جامعات بتعمل ميديكال ساينس بس بتبقى ان اسوسيشن هاسبيتالز اوتسايد الجامعه. لان مثلا جامعه كامباك احنا ما بنحبش ان احنا نصرف على هاسبيتال، لان ديت اتس درين ووجع دماغ وهدك مش الشغل بتاعنا اللي احنا عايزين. لا واحنا عايزين نعمله، عايزين نعمل ريسيرش في ميديكال ساينسز، عايزين نفهم المولكيولار بيولوجي، عايزين نعمل الانترفيس بين بيولوجي واذر ارياز. فاول ما تخش في موضوع الهوسبيتال، يعني ستانفورد مثلا عندها هوسبيتال، بس ده بقى ده موضوع تاني خالص لازم تربح منه. وأعضاء هيئة التدريس بيبقى عندهم، والنبي تقعد بقى عشان أعرف أتكلم مع الناس، والنبي عشان خاطر بقى فاهم أنت ثلاثة. دكتور محمد غنيم يدعو الدكتور أحمد زويل على أكلة بليلة في المنصورة. دكتور أحمد زويل كان بيحب الأكلات المصرية من بينها البليلة. دكتور محمد غنيم كان فيه مطعم بليلة على طريق أجا المنصورة الزراعي، وده مشهد نادر جدا. دكتور زويل في دعوة البليلة من الدكتور محمد غنيم في طريق أجا المنصورة. ده فيديو مش خلاص بقى كده. أربعة. غداء في منزل الدكتور أحمد زويل في سقارة. دكتور أحمد زويل عنده بيت رائع في سقارة مبني على الطراز الإسلامي، كان بيحب يقضي فيه أوقات الأجازات بالذات أيام الجمعة لما كان بيكون موجود في مصر. ودي برضه مشاهد مصورة من الأصدقاء من المنصورة اللي حضروا هذا الغداء مع الدكتور أحمد زويل. هنلاقي موجود دكتور محمد أبو الغار، دكتورة لطفية النادي، السفير محمود السعيد، وشخصيات أخرى في هذا الغداء في منزل الدكتور أحمد زويل في سقارة. أنا قلت له لا أنا هيبقوا منصور عشان إيه؟ أنت عندك كام سنة؟ قلت له عندي 74 سنة. لا يو لوك 74. محمد طلع صورة في ايه؟ طلع نص سنة كده صورة معاك احنا كنا الصورة بقى كده هناخد الصورة الايميل بقى. لا ما اشتغلتش بالله اللي دول بتاع الفيزيكس عارف كده ما ينفعش. انا عملت بس ملوش داخل يا اخي عشان بس الفلاش يشتغل. لا لا فكر اقرب شوية. لا فيزيكس وكمبيوتر وكله ماشي مش عيب قوي. خمسة. دكتور أحمد زويل القوة الناعمة المصرية في دبي وبحضور حشد من الإعلاميين والمثقفين وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. دكتور أحمد زويل ألقى محاضرة افتتاحية رئيسية تشرفت وقتها بتقديمه في هذا المحفل الكبير. دكتور أحمد زويل كان يمثل القوة الناعمة المصرية خارج مصر والقوة الناعمة العربية في كل العالم من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. يجيء لقاؤنا اليوم مع كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل في زمن مرتبك من تاريخنا العربي، تراجع في العلم وتأزم في الإعلام وتأرجح في رؤى المستقبل. وقد جاء العالم الكبير ليحدثنا عن مجمل المشهد، العلم والإعلام وبناء المستقبل. السيدات والسادة، منذ العالم العربي الكبير الحسن بن الهيثم لم يأتي عالم بيننا يملأ الدنيا ويشغل الناس مثلما ملأ وشغل الدكتور أحمد زويل. ففي زمن ملتبس ونفس عربية مضطربة وعقل عربي بات يتخاطفه تحالف واسع من عديم الموهبة. جاء أحمد زويل في لحظة هبطت فيها العزيمة العربية، وباتت خريطة بلادنا خريطة بؤس لا بأس وألم لا أمل، واستسلم الكثيرون لراحة اليأس، وتاهت خطى المخلصين في معالم بلا طريق. جاء الدكتور أحمد زويل ليعيد الاعتبار إلى العبقرية العربية، ليصل من قطع من حضارة عظيمة وتاريخ مجيد. السيدات والسادة، يمثل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل بالنسبة لمؤرخي العلم كريستوفر كولومبوس لعالم الفامتو، وجاليليو جديد لفضاء مختلف، ولكنه يمثل لنا ما فوق الكيمياء والفيزياء. إنه يمثل لملايين من شبابنا العربي تلك الكلمة الساحرة، الأمل. وإذا كان علم السياسة يدرس ما يسمى بالوظيفة الحضارية للدول والأمم، ربما أجدني اليوم ذاهبا إلى القول بوظيفة حضارية للدكتور أحمد زويل. السيدات والسادة، حصل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل منفردا في العلوم عام 99، وظن كثيرون أنها نهاية المطاف وخاتمة الجهد والبحث، ثم إذا بنا أمام معجزة علمية متجددة، أبحاث مذهلة نشرها الدكتور زويل في مجلات الساينس والنيتشر، وآفاق لا نهاية لها حول الميكروسكوب رباعي الأبعاد. وينشر دكتور أحمد زويل بعد أسبوع ورقة علمية تمثل نقلة في تاريخ العلم، حيث نجح الدكتور زويل في الوصول إلى صورة كاملة للخلية تمثل أول سيطرة بشرية على الخلية الإنسانية في الزمان وفي المكان. يقول العلماء إن أبحاث دكتور زويل الجديدة تجاوزت 90 عاما من الآن لتمثل جانبا من حالة العلم في القرن 21. السيدات والسادة، إن الوظيفة الحضارية للدكتور أحمد زويل تمتد إلى أوروبا وآسيا، زيارات ومؤتمرات ومحاضرات، وإنها تتمثل في القاهرة في مشروع طموح يضعه في مقدمة أولوياته، وفي مؤسسة أحمد زويل للمعرفة والتقدم التي تتخذ من منزله الريفي قبالة أهرامات سقارة مقرا لها، وفي جوائز عديدة تحمل اسمه في أمريكا وإيطاليا وهولندا وفي بلاده. وقد حصل العالم المتميز دكتور مصطفى السيد الذي يجري أبحاثا مهمة في استخدام جزيئات الذهب لعلاج السرطان على جائزة أحمد زويل لعلوم الجزيء، والتي تمنح في هولندا. السيدات والسادة، بدعوة كريمة من نادي دبي للصحافة وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يطيب لي أن أقدم لحضراتكم كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل. شكرا. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء